لحظة. هاي كريم. اهلا. اول شيء اليوم في دعم من تامر، خبرنا شو في اليوم بلبنان؟ طبعا انا سعيد ان انا موجود في لبنان النهارده بصور كليب اغنيه ما بنساش، وطبعا مبسوط اكتر عشان تامر مدعمني في الكليب بتاعي. وطبعا هو احنا عارفين ان هو تامر، او انت لو عندك علم يعني، تامر هو المتبنيني فنيا، هو اللي بيرعاني يعني، هو اللي بيقدمني للناس دلوقتي. بس هو لما احنا كنا بنعمل البوم شغالين عليه، هو قرر ان احنا نعمل اغنيه كده بشكل شويه زي الاجانب شويه، مش شرط ان هي تكون مغنيين قد بعض، بس هو يكون مدعمني حتى لو بجزء صغير. طبعا ده تواضع منه، ودي حاجه انا مبسوط بيها. على قد ما شفت وعشت جربت اكتر من اللي نفسي فيه، جيتي انت بسرعه يا بنت الايه. فكره بس شويه كده غريبه هتعجبك يعني، ان شاء الله لما تشوفها هتطلع كويسه. هي الكليب من اخراج حسام الحسيني، هو صديق ليا والتامر، وطبعا هو فنان ومخرج موهوب جدا وشاطر جدا. وكلمات هشام صادق ومحمد مصطفى، دول شعراء جداد. شو بتقول له يا تامر اليوم؟ هاي تامر. هاي كيمو. كريم حبيبي، وانا مسميه ابني يعني. هو اول شيء اليوم الدعم لكريم. كريم صوت جميل جدا، وتعالى كيمو كده عشان كريم صوته حلو قوي، وملحن شاطر جدا، وانسان مجتهد. تدعمه كمان ايه؟ تدعمه بالتمثيل ان شاء الله، بس هو عايز يغني ومركز في الغنى، وربنا يكرمه يا رب ويعمل حاجه كويسه، وانا متفائل ان هو هيبقى حاجه كبيره باذن الله. هيكون بحفلاتك بلبنان؟ هو على طول معايا في الحفلات ان شاء الله. لو عشت احلف طول حياتي كلها مش هقدر اوصف بحبك قد ايه. كريم ان شاء الله الكليب جديد بتاعه هنذيعه مع ساج على الاو تي في. على الاو تي في حضروا. بحبك بحبك ودايب فيك وبحلف من الليله دي هعيش انا ليك. بحبك بحبك ودايب فيك وبحلف من الليله. مثل عادي ميكروسكوب بفاجئكم بالحصريه، اليوم تامر حسني اعطانا هيدي الحصريه وقالنا مين عم بيدعم كريم. كان معكم من الجميزة سيرج أسمر، ميكروسكوب.